مباشر من محافظة الغابات ومشاركته في فعاليات المجتمع المدني، أشرفت السلطات المحلية لولاية إليزي على عملية تشجير واسعة بهدفه إرساء ثقافة التشجير بالمناطق الحضرية للولاية. نحتفل باليوم وطني للشجرة تحت عنوان نغرسها ونكبرها. قامت السلطات على رأسهم السيد الوالي الولاية والقطاعات والجمعيات وتلاميذ المدارس بغرس أشجار في حديقة الحمد لله راهي تشهد ولاية إليزي كما نشوفوا حملة واسعة وإشراك من طرف جميع الجمعيات والفاعلين في المجتمع المدني اللي نتمنى إن شاء الله الحفاظ فقط على هذا المكسب. كما تم إشراك تلاميذ المدارس في عملية التشجير لتحسيسهم بالأهمية التي يكتسيها المجال البيئي بالمناطق الصحراوية. الشجرة تفيدنا في الخشب والأكسجين والظل والثمار. الشجرة نحافظ عليها ونسقيها جيدا ونحافظ عليها ونحميها من الأمطار الغزيرة والرياح. شاركنا اليوم بطرف التلاميذ هذول لتربيتهم وتوعيتهم بأهمية الشجرة بالنسبة ليهم وبالنسبة أن الطفل لما يتربى على الحفاظ على الشجرة ويغرسها بيده راح ترسخ في ذهنه المحافظة عليها ويقدر كذلك يعرف أهميتها. نغرسها ونكبرها شعار هذه الحملة تجسده في عمليات تشجير مماثلة عرفتها كل بلدية إليزي.